السلام عليكم. مرحبا يا اخوك. العافية خيو. مرحبتين. اذا جايين بدكم حدا ولا قاصدين نائب تعالوا بكرة، ولا اقولكم بعد بكرة. بدكم الصحيح لا تيجوا ولا تغلبوا حالكم، الزيارات ممنوعة. يلا يا رجل لا تسكرها بوجهنا، تعرف مع مين بتحكي؟ هاي الست مسعودة، حرم النائب مسعود الفتح الفتاتحة، والداعي عقل الفتاتحة، ابن عم النائب ورئيس حملته الانتخابية. جايين أنا ومرته بدها تحكي معه كلمتين. يا أخوك صار له 6 أشهر ما إجي على الدار، احتفل وسافر الله يرضى عليك. طلع كان لابس بنطلون أزرق وجاكيت كاكي وقميص أخضر، بالله عليك ما تقصر معنا. ول 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 6 أشهر ما شفتوه؟ يعني بتقدر تقول آخر مرة شفناه آخر مرة لما طلع على التلفزيون وحلف اليمين وبالأمارة خربط فيه 5 مرات، وهذا يوم وهذاك يوم زيه زي غيره. عمي ولا هو بده يكون تفصيل؟ يعني بتقدر تقول فاز ولم يعد. سألنا عنه قالوا بتلاقوه في المجلس قاعد ليل نهار. ساعات النائب مسعود الفتح موجود جوا، استنوا على جنب هسه بطلع. تقول ليش قاعد بيحضر جلسة؟ حلف يمين ما عمره حضر جلسة غير جلسة الثقة، قال موافق وراح شمت هوا. ما بتعرف ما هي كلها طشات ومياومات. مثله مثايل عمي، تعرف جديد وبده يعيش الدور. فعلا هو عايش الدور، بس والله تغير كثير. وبس تغير؟ قولي له وتغير؟ غير تليفونه وغير مرته وتجوز عليها بعد ما صار في المجلس. وأقول لك بيقولوا ماخذ شقة بعمان ومغير سيارته، واللي شافوه حلفوا يمين ما عرفوه، بيقولوا متغير، متغير كثير متغير. هو لحق يتغير؟ ما هو مالهوش بالقصر إلا امبارح العصر. يا أخوك بالله عليك تساعدنا، والله الدينة حوالين الدار، بكفي كمان اللي أخذ أصواتهم بالدين، كمان ليل نهار واقفين لي على الباب والله ما أنا قادر أطلع. الله يرضى عليك ساعدنا. قولي له يا رجل الديانة هذول اللي وعدهم ينطيهم مصاري إذا فاز، اللي أعطاه قال له 25، اللي قال له 50، اللي قال له 100 200. نصحته كرئيس حملة، قلت له يا عمي وحد الأسعار، 50 25 على الدائر، ما ردش علي. وغير هيك تبع هذا اللي أفطات يا رجل ما دفع له، تبع اللي أفطات قصن وسواه شادر بطيخ وبعده بطالب أهل مسخبة، وغيراته يا عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله الدينة حوالين الدار زي الناموس ما بيقبوا، واقفين ملزقين. يا رجل أخذ مشان حملته الانتخابية أخذ قرض على راتبها، ما هي بتشتغل في الصحة في الصحية، وهي ترك ودار ظهره وهي ولادها راميها ولا سأل فيها. أنا اتدين مني 1700 ليرة، قال لي بنطيك إياها 3000 ليرة، وهي وجه الضيف وهي الشلشلت فيديو. هاي الخلون ثور علي معك قزازة مي أخوك. هاي بين خير الصحة، بين خير الصحة. كل شيء قافل هدول. قل له تخبيش عنه احكي. شو اقول له؟ تبع الكنافه، قال بده يتباهى قدام الناس، كنافه كله كنافه وللمناسب يا اخوي، وكله عدين وهي ورطه المسخمه. عمي عنا جوا من اشكال دزينات. لا حول ولا قوه الا بالله. زيحوا زيارة نائب بدها تمر. زيحوا لورا لورا. هاي النواب يا بلاش. شوف الهيبة ما يبلها الوجه زي كوس العجة. هلا سعادتك. هلا هاي عمي هلا مبين هيبة ومحرز يا عمي، مبين عليه قايم بواجب دايرته. ولا هاي النواب اللي بلاش. والله مش مثل زلمتنا. والله هذا جوزي ترى، ما عرفتيه؟ ها؟ هذا سعادة النائب مسعود الفتح الفتاتحة. ها؟ أنا غشيم عن جوزي، كيف جوزي؟ شو؟ والله ما عرفته، معقول هو مغير جلده ومغير وجهه؟ والله ما عرفته. أقسم بالله يا عمي، هذا سعادة النائب مسعود الفتح الفتاتحة، هسا مر قدامكم كنتوا تأشروا له. يا زلمة معقول لهالدرجة متغير؟ يا زلمة جوزي خشومه هالقد. وما قلت لك والله بجوز مسوي هاي عملية التجميل، والله متغير يا عمي، بيطلع له، ما هو صار نائب وشايب ولا بيطلع له. آخ ما عرفنا ولا عمره رايح يعرفنا، ما هو صار نائب شايب. أقول لك خلينا نروح نلحق الباص قبل ما تغيب الدنيا، ما عرفنا ولا رايح يعرفنا. امشي، ما عرفنا ولا رايح يعرفنا. شوفي ما في بنا.
بنو بانيز شو 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 في ما في بنو بانيز شو يا زلمة احكي اشي بيضحك اشي بيحزن اشي بيطبل اشي بيزمر اشي بيفارفش والله اشي بينعلش